دعت الدول المشاركة في القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسرة الدولية إلى الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأجمعت في بيانها الختامي على إدانة القرار الأمريكي داعية إلى تحقيق السلام من خلال حل الدولتين. أن القدس خط أحمر يجب أن لا يمس، ويهم المسلمين ويهم المسيحيين على وجه سواء. أيضا هناك دعوة للدول التي تؤيد دولة فلسطين بالاعتراف بفلسطين كنوع من الرد على 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 هذا الإجراء. أيضا أخيرا دعم لإخواننا المقدسيين سكان القدس من الناحية الاقتصادية. وفي خلال القمة وضع الرئيس ميشيل عون خريطة حل تهدف إلى الحيلولة دون تنفيذ الإجراء الذي اتخذه ترامب. التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية لتعطيل القرار الأمريكي وإلزام الولايات المتحدة إلغائه، القيام بحملة دبلوماسية تهدف إلى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، ومع اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها، اتخاذ إجراءات عقابية موحدة ومتدرجة دبلوماسية واقتصادية ضد أي دولة تنحو منح الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لتشكيل قوة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والدبلوماسي. أجمع الحاضرون أن خطوة ترامب خطيرة وتهدد الأمن والاستقرار، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار ترامب قد يؤدي إلى انسحاب الفلسطينيين من عضوية المنظمات الدولية. وبهذا تكون الولايات المتحدة قد اختارت أن تفقد أهليتها كوسيط، وأن لا يكون لها دور في العملية السياسية. إننا نرى بأن الكيان الصهيوني هو الذي يتحمل مسؤولية قتل الفلسطينيين وتشريدهم وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية في فلسطين خلال القرن الماضي، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بجانبها ومعها في كل هذه الجرائم، وكانت تدعمها بممارسة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لصالح هذا الكيان، ولم تترك أسلحة هامة إلا وزودت الكيان المتعطش للحرب بها. وسنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. إن هذا القرار في حكم العدم أمام التاريخ والأخلاق والقانون والضمير. وكان رئيس الجمهورية ميشيل عون قد التقى قبيل افتتاح القمة الرئيس التركي وأمير دولة الكويت والرئيس الإيراني والرئيس الفلسطيني وأمير قطر والملك الأردني. وسبق القمة اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي مثل فيه لبنان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يرافق عون مع عدد من الدبلوماسيين، ويشارك في قمة القدس ممثلون عن 48 دولة بينهم 16 على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء. ونجح الوزير باسيل في تعديل بيان القمة الإسلامية لناحية إضفاء الطابع الإسلامي المسيحي اليهودي للقدس كمدينة للأديان السماوية وليست ذات طابع عربي وحسب.